الجزائر من مخاطر وتهديدات تصاعدها. وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري. لقد اتخذت مصر منذ البداية موقفا استراتيجيا ثابتا دعا للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية وسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية وإعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المتطرفة والمسلحة ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية ليس فقط في ليبيا وإنما تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي وتغذية بؤر الإرهاب بالمنطقة والحفاظ على المقدرات الليبية والتوزيع العادل والشفاف على كافة مكونات الدولة ومنع سيطرة أي من الجماعات الإرهابية على تلك المقدرات وإتاحة المجال لكافة مكونات المجتمع الليبي في المشاركة لتحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها. سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للميليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ، وإنما دفعت لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار، وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية. كانت مبادرة إعلان القاهرة الليبية والتي جاءت متسقة مع كافة القرارات والمبادرات الدولية وبصفة خاصة جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، والتي استهدفت في المقام الأول تحقيق إرادة وطموحات كافة مكونات الشعب الليبي في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي ووضع خارطة طريق لسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية. نحن ليست لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم، لا نريد غير كده، لا نريد شيئا. وبالمناسبة لن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا، وإحنا مستعدين نساعد ونساند. ده هاتوا النهاردة من شباب القبائل من عندكم وتحت إشرافكم ندربهم ونجهزهم ونسلحهم تحت إشرافكم. إحنا مش عايزين غير ليبيا المستقرة، ليبيا الآمنة، ليبيا السلام، ليبيا التنمية. يعني من فضلكم انتبهوا إن وجود الميليشيات في أي دولة، وعندنا نماذج كتير، لا تستقر معها الدول لسنين طويلة قادمة. إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب، وستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة. الثاني، سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي. الثالث، حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية. الرابع، وقف إطلاق النار الفوري. الخامس، إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة، بعيدا عن سيطرة الميليشيات المسلحة المتطرفة وعن أي مصالح وأهداف لعناصر وجماعات ودول خارجية.
لا ترغب في الخير للأشقاء الليبيين، وتتبنى مواقف وسياسات تخدم الاتجاهات الإيثارية وأهداف مشروعات لأطراف لا تريد الاستقرار لمنطقتنا وتعمل على تحقيق أهدافها. من خلال انتهاك السيادة للدول العربية والقوانين والقواعد والأعراف والقرارات الدولية، بل وتسهم في انتقال المقاتلين الإرهابيين ونشر عناصرهم لتغذية بؤر الإرهاب وبناء ملاذات جديدة للعنف والإرهاب بالمنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، خط بالنسبة لنا خط أحمر. وبالمناسبة إحنا عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على سيادة حد، ولو كنا إحنا بنفكر كده كنا ممكن نعمل الكلام ده من سنة واثنين وثلاثة واربعة. لما نيجي نقول للقوات دي تتقدم، هذه القوات ستتقدم تحت لا استنوا هتتقدم وانتم موجودين فوق منها. نعم ستتقدم هذه القوات وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها. طيب أكمل، وانتهت المسألة تخرج بسلام، لأن احنا لا نرغب في شيء، والله لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلام ليبيا. أنا بقول الكلام ده كلام بسيط، أنا أرجو أنه هو يوصل للشعب الليبي. بالمناسبة إذا تحرك الشعب الليبي من خلالكم وطالبنا بالتدخل، ده إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد. أنا يخطئ من يظن أو يعتقد أن حلمنا ضعف، أن الحلم أو الحلم والتعامل مع الأمور بحلم هو ضعف. ويخطئ من يعتقد أو يظن أن الصبر تردد، أن الصبر تردد. لا والله، إحنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف، لإيضاح الحقائق، لكن ليس أبدا ضعفا أو تردد. لكن عندما يتعلق الأمر الآن بالتطورات اللي في ليبيا ويعتقد البعض أنه يستطيع بقوة السلاح، أنا بقول بقوة السلاح لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب، لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوى المعادية والميليشيات الإرهابية والمرتزقة التي يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إنما يعني تقديم الدعم للأشقاء عند الطلب لمجابهة التهديدات الخارجية. أنا عايز أقوله في النقطة دي، عندما تحركنا إلى مجلس الأمن ولإعطائه الملف، ملف سد النهضة، هو الحرص مننا على أن دايما أن ناخد المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته. وقلت أن نحن نقدر التنمية في إثيوبيا، وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر، ووضعنا أساس أن لا ضرر ولا ضرار لبعضنا البعض. أرجو أن احنا الرسالة دي تصل لكل الشعب الأثيوبي وللقيادة الأثيوبية. احنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة في التعامل مع أزمتها والوصول إلى حلول تحقق المصلحة للجميع. إنما شاهدته اليوم من جاهزية واستعداد قتالي عال للقوات يعد فخرا واعتزازا مني ومن شعب مصر العظيم لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية التي تجعلها قادرة على الوفاء
بتنفيذ أي من المهام التي تكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعبا ومقدرات وأرضا من كافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي. إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون.